سنصنع قاذفة لهب صينية عمرها 1000 عام، لكن هل سيكون إحراقها جيداً أم ستكون مخيبة للآمال؟ يعج التاريخ بالمخترعين الذين حاولوا تغيير العالم، لكن ثم تخيط رفيع يفصل بين العبقرية والجنون. سننقب في الماضي بحثاً عن اختراعات مهملة من زمن بعيد لنبعث فيها الحياة ونرى إن كان بوسعنا تغيير مجرى التاريخ. سنعيد صناعة هذه الاختراعات من الأساس وسنخضعها للاختبار. في الواقع ربما ينجح الأمر في بعض منها. جيريمي ماكفيرسون مؤرخ هاو وخبير فني في المؤثرات الخاصة، عمل في أفلام سينمائية مثل إكس مان وشيكاغو. مات هانتر نجار موهوب ومبتكر مختص في الحدائق الخلفية. ونحن معا مجددا الاختراعات. اقضي عليه، رائع. نعم، ذلك سيلقنك درسا. أجهل شأن جيريمي، لكنني ما كنت أريد مواجهة قاذفة اللهب خاصته. من دون مزاح، هذا شيء مميت بالفعل. الجو ساخن هنا. هذا حار جدا. لقد فهمت الآن سبب الخوف في ميدان المعركة بوجود قاذفة اللهب. لذا كانوا يستخدمون النيران، كانت تثير الخوف لدى العدو. استخدمت النيران منذ الزمان القديم في ميدان المعارك. هذه قاذفة لهب جديدة، لكن هل كنت تعرف أن منشأ قاذفة اللهب هو الصين؟ مستحيل. اخلع السترة، هو سأريك. أتعرف؟ أعتقد بأنك محظوظ لبقاء وجهك سليماً بعد ذلك. ألم يكن لديك حاجبان صباحاً؟ لا، هذا غير صحيح. لكن يا له من سلاح فتاك. نعم صديقي. من الواضح لماذا كانوا يستخدمون هذا في الحربين العالميتين وفيتنام. الصينيون ابتكروا حقاً النسخ الأولى من قاذفة اللهب. والكثير من الاختراعات العلمية الأخرى. نعم. كانوا أول من درس علم الفلك. نعم. كانوا يعبثون بوصفات البارود منذ القدم. بالتأكيد، والبوصلة. انظر إليها، لقد غيرت كل شيء. نعم. شاهد هذه الصورة القديمة لها. هذا شيء رائع. نعم. كان البيزنطيون قد صنعوا آلات قاذفة للهب قبل قرون، لكنها كانت تطلق اللهب إلى مسافة قصيرة، لذا لم تكن فعالة. النسخة الصينية أطلقت اللهب بتواصل، فأصبحت أول قاذفة لهب أصلية. في غضون عام 1044 أصبحت سلاحاً نموذجياً للجيوش الصينية. فلنلقي نظرة على هذا الشيء. هي تبدو كبيرة فعلاً، قد نكون نحدق إلى الموت المحرق يا صديقي. يا له من آلة وحشية. أنا أعرف، يبدو ذلك مثل صندوق في الأسفل للوقود. هناك آلية الضخ في المؤخرة لضخ الوقود إلى الخارج. وأعتقد بأن الفوهة هنا هي للنار. أوه، إن استطعنا صناعة هذه الآلة فسنحرق خلال اختبارها. حتى من دون الذخيرة، هذا أخطر اختراع لنا حتى الآن. من دون شك، هيا فلنعد إلى المشغل. نحن الآن في المشغل، حيث سنحلل بالتفاصيل ما جعل النسخة الصينية فعالة. السر يكمن في الطريقة التي كان الوقود يضخ بها. المذهل هو أنه لم يبقى شيء من هذه الآلات. هناك سجلات عنها، لكن إلى حد علمنا لم تصنع مذاك. والحقيقة الأخرى أنه في القرن السابع كان للبيزنطيين طراز كان يضخ النار بدفعة واحدة. صحيح، من فاخ واحد فقط، سواء أكان نعم. يضخ الهواء أو الماء أو الوقود. نعم، كان يتم الضخ طوال فترة، ثم كان يجب إعادة التعبئة مجددا. هذه لعبة أطفال مقارنة بما أصبح نموذجيا في القرن الحادي عشر. لدينا إذن قاذفة اللهب الصينية التي تعمل بواسطة نظام ضخ مزدوج. هاتان تعملان معا، يتم سحب الوقود دائما وهناك رذاذ متواصل. فرق كبير. خزان قاذفة اللهب كان تقريبا بطول 3 أقدام وعرض 3 أقدام، وكانت فيه فجوة جانبية صغيرة لملء الآلة بالوقود. كان الوقود يمر بعد ذلك عبر أنابيب معدنية إلى أسطوانة ضيقة فوق الخزان، وفيها قضيبان مكبسين. عندما كان يتم تشغيل ذلك القضيب، كان يتم الضغط إلى الخارج ويمر فوق لهب في آخر قاذفة اللهب، وهو يشعل الوقود ويرسل ألسنة اللهب عبر الهواء. نعرف أنها تعمل، ولكن كيف نحكم على نجاحها؟ المسافة والدقة مثل أي سلاح، هذان عاملان أساسيان. أود تحديد مكان جندي لا نحبه وإحراقه. وبشأن قابلية النقل، كانت هذه الآلة مصممة لقلعة أو مركب، لكن إن استطعنا حملها إلى المعركة فسيكون هذا رائعا. أستطيع صناعة عربة بسيطة جدا لنقل هذه الآلة. نعم، هذا رائع. الدفق المتواصل والأمان مسألتان مهمتان، علينا أن نحاول ألا نحرق وجهينا. الآن وقد قررنا ذلك، حان لنا جمع الفريق وتزويد أفراده بالمعلومات. أعتقد بأن العربة هنا. أجل، نريد صناعة هذا الجزء أولاً. تريد بدء صناعة العجلات؟ هذه خطة رائعة، لدي بكار هنا. رائع، ما رأيك بقطر 3 أقدام؟ سينضم إلى الفريق
جيف ووكر وجيسون ماكفيرسون وسيقدمان المساعدة اللازمة. صفيحة للخزان. جميل. زاوية للهيكل. هذا رائع. ممتاز. فيما تفكر جيريمي؟ كنت سأستخدم صفيحة بقياس 22 ثم زاوية من 3/4 إنش للهيكل. ممتاز. اهتم أنت وجاي بهذا وأنا وجيف سنصنع العربة. حسناً. عملية التصنيع تجري بشكل رائع، لكن ما الوقود الذي سنستخدمه؟ إن أردنا أن نكون دقيقين فيجب أن نستخدم النار الإغريقية. النار الإغريقية هي مادة مميتة وغامضة، اخترعت حوالي العام 670 بعد الميلاد على أيدي البيزنطيين. المكونات كانت سراً عسكرياً شديد السرية. وفقاً للتاريخ، آخر مرة استخدمت فيها النار الإغريقية في الغرب كانت خلال حصار القسطنطينية عام 1453، وبعد ذلك بدأ أن السر قد اختفى. حتى يومنا هذا لا أحد يعرف على وجه التأكيد ما كان هذا الوقود، لكن التاريخ ترك لنا بعض الأدلة. فكرة النار الإغريقية تثير فضولي. إنها سلاح مميت جداً، ويزعم بأنه لم يكن إخماد نارها بالمياه ممكناً. إن استطعنا إيجاد المكونات في هذه المكتبة القريبة فسأكون سعيداً. العلماء يبحثون عنه منذ مئات السنين، لذا لن أجد الوصفة، لكنني قد أجد بعض المواد التي ستساعدني. البحث في الكتب أجدى نفعاً، سرعان ما وجدت وصفة لوقود يبدو تأثيره كتأثير النار الإغريقية. إنه مزيج من الكبريت والزفت وزيت الزيتون ودهن الحوت. لم أجد الوصفة فعلاً، لكن كان هذا أقرب ما توصلت إليه. حسناً، حان الوقت للتحقق من العمل في المشغل. حسناً أيها السادة، تقرير عن الوضع. شاهد ذلك. تبدو خفيفة وتتحرك بطريقة رائعة. نعم، ستبدو مختلفة قليلاً وهي تحتوي الوقود. لدينا بعض المساحة على الأرض للطرق الوعرة وهذا جميل. أعجبني ذلك. خطوتنا الكبيرة التالية هي صناعة الوقود. انطلقنا لمقابلة صديقنا الكيميائي جودي بيلجر. بالرغم من أننا وجدنا وصفة جيدة جداً للنار الإغريقية، لدى جودي أفكاره الخاصة وتستحق التحقق منها. ما المكونات الرئيسة إذن؟ أحدها طبعاً هو برمنجانيت البوتاسيوم. حسناً. مكونات برمنجانيت البوتاسيوم هي البوتاسيوم من البوتاس ومكون البارالوسايت. بارالوسايت هو مثير للاهتمام ومكونه الأساسي هو المغنيسيوم. نعم، والمدهش في الأمر هو أن هذا المكون يحمل اسماً يشبه مصدره وهو ماغنيزيا في اليونان. يمكننا جمع الأدلة، نحن نعود نحو اليونان أي نار الإغريقية. أنت محق بالضبط، دعني أضيف السائل هنا. أوه، يبدو لزجاً. حسناً، ها قد بدأنا. مذهل بالفعل. رائع. هذا جميل جداً. ولدنا النار إذن من مكونين كانا موجودين في ذلك الحين أصلاً. المشكلة الوحيدة هي أن هذه المادة لزجة ولن تنطلق عبر قذيفة اللهب. ربما ستكون الوصفة التي وجدناها في المكتبة أفضل، لكننا سنفعل ذلك لاحقاً. الآن وقد وجدنا بعض المكونات التي ربما استخدمت في النار الإغريقية، علينا الابتعاد عن هذا وجعل قذيفة اللهب تعمل. ما زال علينا اكتشاف نوع المعادن لاستخدامه في نظام الإشعال. من الجيد أن لاس الخبير في الألعاب النارية موجود معنا. إن أردت بعض الاشتعال فأدر المقبض. حسناً. أوه، هذا غير متوقع. رائع. هذا رائع جداً. واو، أعجبني ذلك، حقاً أعجبني. كان ذلك وشيكاً، كدت أن أحرق وجهي. وتلك هي البداية فحسب، ستصبح الأمور أكثر سخونة بكثير. أنا ومات نعمل بجهد على صناعة قاذفة اللهب الصينية وعمرها 1000 سنة. عندما يمر دفق من الوقود عبر فتيل يشتعل الوقود وينطلق اللهب، هذا الشيء سيولد حرارة شديدة، ونريد الحرص على عدم ذوبان المشعلة. لذا الآن علينا أن نقرر أي نوع من المعدن الذي سنستخدمه لكي نثبت الفتيل. يجب أن يكون المعدن ثقيلاً كفاية لكي يصمد أمام الحرارة، لكننا لا نريد أن يجعل مقدمة قذيفة اللهب ثقيل الوزن، لذا نخضع للاختبار تفاعل الفولاذ بسماكة مختلفة مع الحرارة. يساعدنا لاس الخبير في الألعاب النارية. يتغير لون القطعتين الأخف وزناً، وهذا جيد. هذا جيد. القلب ساخن. من الواضح أن هذا يذوب. نعم، وانظر، إنه يترهل قليلاً بسبب الحرارة طبعاً. نعم، قد يكون من الجيد استخدام المعدن الرقيق، لكن الزاوية ملائمة. إن حديد الزاوية أكثر استقراراً أيضاً. نعم، علينا تقبل ذلك واعتماده. طبعاً. الآن في المشغل بدأنا نركب المكونات. هل فعلت هذا؟ لا، لم نجرب. هذا الشيء مخيف المظهر جداً.
ابتعدنا قليلاً عن التصميم الأصلي، لكن فقط لتأمين السلامة. لدينا مكبسان منفصلان، إنما كلاهما يعملان بنظرية الدفع والسحب نفسها. أردنا الفصل قليلاً تحسباً للتسرب. هذا صحيح، لأنه إن تم سحب النار نحو الخزان فسوف ينفجر. نعم. أجل. نعم. كيف وضع السحب؟ إنه شديد قليلاً الآن. يبدو جيداً. ماذا يحصل في مجال العمل هنا؟ حسناً صديق جيريمي، كما ترى المكان أصبح جاهزاً لتركيب نظام الإشعال. نعم نعم. والآن نحتاج إلى أن نرى إن كان نظام الكبس المزدوج سيضخ الوقود نحو الخارج وإلى أي مدى. لكن أولاً سنجربها بواسطة الماء. أجل، إنه جاهز ومزيت. مليء بالماء؟ نعم. فلنرى المدى. فلنجربه بواسطة المياه. حسناً. أنا لدي شريط قياس. حسناً. يبدو خطيراً. هذا أول اختبار مع الأنبوب النحاسي ذي النصف إنش. يبدو مهدداً بالخطر. ماذا أكل؟ هذا ما أريد معرفته. 9 أقدام. يطلق المياه بطريقة جيدة جداً. يطلقها بطريقة جيدة. إن وضعنا فواهة وحصرنا الدفق فقد يزداد المدى. أظن أنها طريقة جيدة. المضخة شغالة، لكن المسافة التي نحصل عليها لم ترضينا. إن غيرنا حجم الفوهة فقد يزيد ذلك مجال السائل، لذا سنجرب حجمين مختلفين. فلنجرب الكبير أولاً ونرى المدى قبل أن نجرب الفوهة الصغيرة. كان علينا وضع مرشة فيها 20 ثقباً ترش الماء بشكل مروحي. أنا أعتقد أنها جيدة. جاهزون؟ هيا بنا. هيا. أو نعم، كان هذا جيداً. هذا أفضل. لا بأس به. والدفق ثابت أيضاً، لا بأس بهذا. نظام الكبس المزدوج رائع. 23 قدماً. لا بأس بذلك، لكنني متحمس لأرى ما سنحصل عليه بواسطة فوهة بفتحة أصغر. هيا يا صديقي، هيا. حسناً، ما هي النتيجة؟ هذا جيد. حقاً؟ كان هذا رائعاً جداً بالفعل. حجم المياه أصغر بقليل، لذا سوف تؤثر الرياح فيه. من الجيد معرفة ذلك يوم الاختبار. 28 قدماً. إنما هناك رذاذ. قد نهض بفرصة أفضل، لأن الماء كان يخرج رذاذاً. هل كان الرذاذ بعيداً عن الفوهة أم قريباً منها؟ قريباً منها. كان الدفق جيداً. خروجه قرب القاذفة سوف يؤثر في الإحراق. نعم. تعرفون ما التالي؟ النار. هيا. حصلنا على مدى جيد، لكننا وجدنا أن تشغيل قضيب المكبس صعب. أظن أن نظام الدفع كان جيداً، لكن سيكون جميلاً إن استطعنا تحويل هذا من دفع مباشر إلى حركة محورية مثلاً. أنا موافق. إن استطعنا تزويد مضخاتنا بمقبض أكثر فعالية، فربما يمكننا زيادة المدى وتسهيل العمل قليلاً. إن استطعنا تركيب رافعة أو نظام يمنحنا أفضلية ميكانيكية فذلك جيد. الأهم هو مكان نقطة المحور. إن وضعناها في مكان منخفض جداً فستكون الذراع هنا، لأننا نريد حقاً مضاعفة القوة. لذا لدينا هذه الحركة وهي مائلة. سيكون ذلك رائعاً. الضغط بهذا الشكل سيكون ذلك جميلاً. كلما اقتربت من الخصر كان عمل مركز الجاذبية أفضل، وهذا يبعدنا أكثر عن مؤخر الآلة بداعي السلامة. وهذا نعم. يعجبني. نعم نعم نعم. وفقاً لاختبارنا التمهيدي لقاذفة اللهب الصينية فهي تعمل فعلاً. نحصل على مدى جيد، لكن إن عدلنا ذلك المقبض ربما فسنحصل على مدى أكبر، وسيزداد الأمان قليلاً. أنا آمل بأن يقودها مات، لأنه إن انفجر المؤخر فسيقوم مات بمناورة التوقف والقفز والتدحرج. حل يوم الاختبار أخيراً. آمل بأننا مستعدون لهذا. أنا شخصياً متحمس لاختبار نسختنا عن النار الإغريقية. نعتقد بأننا قريبون جداً من التركيبة الأصلية. يبدو أنه سيكون يوماً مسلياً جداً. نعم نعم، لكن قلقي الوحيد رغم من حماستي هو السلامة. هذه فعلياً قنبلة نجلس عليها. هل تعرف هذا جيريمي؟ صحيح، لكن بصراحة أنا لا أمانع بعض النيران. نعم، إن نجحنا وأثبتنا أن هذا الشيء كان دقيقاً وقابلاً للتحرك وحصلنا على الدفق الثابت من مضخة الكبس المزدوج فسأكون سعيداً. بالتأكيد، يبدو أنها قطعة جيدة، لكنني لم أرى النيران بعد. كما الحال دائماً، التجهيز الملائم هو مهم جداً. ماذا تفعل هنا صديقي؟
أنا أصنع ما طلبته. مشعل، كنت أفكر في مشعل متطور قليلاً يعمل على البيوتان مثلاً. لا لا لا، هذا قديم وهو موجود منذ أيام إنسان الكهف. لدينا كرة لهب هنا والسائل سيطير عبرها وسيشتعل كما نأمل. وشاهد هذا، إنه أفضل جزء. مجال السلامة حوالي 3 أقدام. لست قلقاً بشأن قدم الحقبة، هذه قد تقضي علينا نهائياً. شاهد هذا، هذا مطمئن. نعم هذا صحيح. ممتاز، رجال الإطفاء أتوا لكي يحرصوا على أننا بأمان. سنطلق دفق النيران المميت وننوي إحداث الأضرار. أحرق ذلك الجدار البعيد. نحن نستعد لتحقيق أحد أخطر مشاريعنا بواسطة النار. قاذفة لهب صينية عمرها 1000 سنة، وإن لم نتوخى الحذر فقد تنفجر خططنا الجيدة في وجوهنا. لحسن الحظ لقد وصل الدعم. نعتقد بأننا مستعدان لتشغيل القاذفة، ما رأيك؟ لا أعتقد بأنكما ستقتربان من تلك القاذفة من دون العدة الملائمة. هي تحمي من الحرارة، لكن نشعر بالحر ونحن نرتديها. هاتان البزتان رائعتان، لكن الوضع سيزداد سخونة حالما أختبر أنا ومات نسختنا عن النار الإغريقية والتي وجدتها في المكتبة. يجب أن تشاهد تلك المادة يا مات، إنها رائعة جداً ولكنها مقرفة أيضاً. شاهد هذه المادة، تبدو مثل الوحل البدائي الذي نستخرجه من باطن الأرض. إنه ذو مظهر شرير، ماذا يحتوي؟ بعض المكونات مثل الكبريت والزفت ودهن الحوت أيضاً. لا يعقل، نبشنا قبراً ووجدنا قنينة تحمل ورقة عليها كتابة نار إغريقية وتحتوي نعم. كل المكونات، فذلك هو أقرب ما سنحصل عليه. بالضبط، يجب أن تشاهد هذا. هذا مقرف. تراجع، انظر إلى هذا. لا بأس به، ها؟ لا يمكن إخماد هذا الحريق. إنه ملائم لجيش، لمعركة بحرية مثلاً. نعم بالتأكيد، لا مشكلة. هل تتخيل مهاجمة قلعة؟ إن كان هناك المئات من هذه والمليئة بالنار الإغريقية أو الزيت المحترق وهي تهطل على القصر. بالتأكيد، رجال يحاولون الفرار ومسح السائل، لكنه لزج جداً ولا يزول. نسختنا عن النار الإغريقية رائعة حقاً. المشكلة أنها كثيفة جداً ولا تنطلق من قاذفة اللهب، لذا أزلنا بعض المكونات كالزفت الأسود الذي يجعلها لزجة والكبريت الذي يجعلها تشتعل وقتاً أطول. إنما ما زال لدينا مكونات تاريخية أساسية كنترات البوتاسيوم وزيت الزيتون، لذا هي قريبة من المادة التي كانت متوفرة قبل 1000 سنة. أعرف أنه من جنيق بدائي، لكن علينا إصابة ذلك الهدف. حسناً، أنا جاهز. عندما تشاء. واو، إصابة مباشرة. هذا كان رائعاً. أشعلها أشعلها. حسناً صديقي، رائع. انظر إلى هذا، ذلك جيداً. كان هذا جيداً. هذا ما أتكلم عنه، هذا يشتعل بقوة. إن النار الإغريقية رائعة فعلاً. تطبيق ممتاز، شاهد ذلك. أنا مسرور جداً لجيريمي، لقد عمل بجهد كبير على وصفته للنار الإغريقية، واليوم أدركنا أنها ما زالت تشتعل على الماء كما يفترض. هي تصدم الجدار وتشتعل، هو قريب جداً من الوصفة وذلك مثير للإعجاب. والآن إلى الاختبار الكبير. أخيراً نحن مستعدان لبدء الاختبار. الاختبار الأول هو للمسافة. أشعلتها؟ أنت مستعد؟ هيا هيا اضغطها أكثر. نعم لدينا الآن بعض المدى. كان ذلك مدهشا، كان هذا رائعا. حسنا مهلا، فلنتخلص من هذا. أعتقد بأنني أرى بعض التفحم هنا، فلنقص المسافة. نعم حاضر، الزبدة والقلم. سأنتزع القفازين، إنهما ساخنان. أظن بأن المدى الأبعد هو هنا. نعم شعرت بذلك. حوالي 27 قدما. هذا لا بأس به لأول اختبار. لا بأس البتة. سنضع فوهة أكبر حجما، ربما نسجل مسافة أكبر بقليل. فوهة أكبر هذه المرة، أنت جاهز؟ صحيح، تهوية أقل ومسافة أكبر كما آمل. هيا بنا، أود فعل ذلك. أشعلها. سأشعلها. حسناً، هل أنت جاهز؟ عند الرقم 3، 1، 2، 3. هيا احصل على بعض القوة، هيا هيا يا صديقي، هيا صديقي هيا، نحصل على مسافة أقل. هل تعرف ما يثير إعجابي جداً؟ ما هو؟ عمل المكبسين رائع ويؤمن دفقاً ثابتاً للوقود. الأمر رائع، المشكلة الوحيدة هي المسافة. الفوهة الأصغر كانت أفضل بكثير. لم نصل إلى المسافة المنشودة. حصلنا على مسافة أكبر ورذاذ. نعم. أكبر، وكان اللهب أفضل.
أعتقد بأن اختبارنا الكبير التالي هو جودة تحريك القاذفة، وإن كانت ستصيب الأهداف. نعم، الدقة، فلندمر تلك. أود فعل ذلك. هيا بنا. هيا. من الصعب دحرجتها، تشبث. لا نريد أن يتسرب الوقود. انتبه. وضعنا قاذفة اللهب في مكانها، فلنرى ما يمكنها فعله. هل أنت مستعد؟ هيا بنا، أطلق النيران. هذا جميل، رائع. المسافة جيدة، المسافة مدهشة يا صديقي. عمل رائع، مسافة جميلة أيضا. هذا رائع بالفعل، مدهش، جميل جدا، مثل حفلة شواء منزلية. أجل، لديك حق. انتبه جيريمي، لوثت نفسك بالوقود. حسنا، هل تريدون المجيء وإخمادها؟ كان ذلك رائعا، تحركها بطيء قليلا وهي ثقيلة قليلا، والدقة مسألة لا يمكن أبدا توقعها. لا بأس بهذا. حان وقت إجراء اختبار حيث نجمعها كلها ونختبر كل شيء معا، النار الإغريقية وكل شيء. الاختبار الأخير لقاذفة اللهب الصينية، الدقة والتحرك. نعم. والأهم القدرة على التدمير. جميل، دعني أحضر لك المكان. نحن في العام 1044 بعد الميلاد، جنود العدو يملؤون المكان وهناك قلعة ضخمة خلفنا. نحتاج إلى أن تخلع تلك البوابة وسنحرق الجميع، ثم نحرق هذا ونفر. سلوكهم سيء يا صديقي، وسنقضي عليهم. سوف أبتعد من هنا. أتقدم ببطء، أتقدم هيا بنا ببطء. هيا بنا، هيا بنا. هذا جيد. حسنا، نعم. رائع. هذان الاثنان يستفزانني. هيا يا صديقي. هيا. نعم، اقضي عليهما كليهما. حسنا، اقترب أكثر. أطلق النار، أطلق النار. اتجه إلى البوابة. هذا جميل، افتح البوابة، افتح البوابة. علينا أن نحرق كل شيء. سأتقدم نحو الباب. هيا حسنا، ساعدني. فلنبدأ، هيا بنا، ساعدني. هذا نعم، جيد. هذا رائع، عملها رائع، لا أصدق ماذا أرى. نحن ننجح، النار مدهشة، دفق رائع. أنا أشعر بالحرارة، هذا رائع جدا، إنه شعور مدهش. تراجع، تراجع. هذا لقد مدهش. احترق تماما. لقد قضينا عليهم بواسطة دفق نار ثابت. تم القضاء على الأهداف كلها، بالرغم من أن المسافة القريبة قد تعرضنا للهجوم، ولكن هل قاذفة اللهب الصينية ناجحة أم فاشلة؟ يا له من حفل شواء. هذا لا يعقل. حققنا عناصر النجاح الثلاثة، وكانت قابلية التحرك جيدة، والدقة كانت ممتازة. لقد أشعلنا الأهداف كلها والجدران تحترق، وكانت المسافة جيدة وهي 30 قدما. بالتأكيد، من يعرف النتائج التي حققها الصينيون بهذه قبل 1000 سنة؟ لا فكرة لدينا. بالتأكيد. ماذا لو كان هناك 100 منها على خط الجبهة؟ لا أريد التفكير في هذا. ماذا تريد أن تفعل إذن؟ هل ستوافق على الاختراع؟ انظر إلى هذا. طبعا أوافق. لنعد إلى المشغل. أوافقك الرأي، هيا بنا.